السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق باي دي اس سكيورتيز. نور الدين اهلا وسهلا، شكرا على حضورك معنا اليوم. معظم الاسواق فيها ارتداد، كنا الاسبوع الماضي شهدنا اسبوعا سيئا جدا، الام اس سي اي اول كونتري اندكس خسر 2.4% الاسبوع الماضي، اولا مخاوف من انتشار ازمه بانكو اسبيريتو سانتو بالبرتغال، وثانيا تعثر الارجنتين. ما الذي تغير اليوم وهل محصوره قصه البرتغال والارجنتين اصبحت اليوم؟ ما الذي تغير اليوم منذ العام 2007 إلى الآن هي نفس الليجيسليشن أو نفس القوانين ونفس الأمور تحصل من جديد، لكن بشكل ألطف ممكن أن نقول أين كانت وكالات التصنيف الائتماني عن هذا البنك أولا، أين أيضا كانت كل ما حصل في البرتغال أو غيرها من الدول. نعود ونشهد منذ فترة، شهدنا أولا اليونان، شهدنا سايبرس أو قبرص وما غيرها من الدول. يكمن الآن الحديث خصوصا بعد الأزمة التي حصلت أيضا في دول الاتحاد الأوروبي، كان هناك في نوع من الاتفاق ما بين البنوك المركزية بشيء اسمه بيل إن وليس بيل أوت. البيل إن البيل أوت اللي هي من ناحية تدخل الحكومات لي مساعدة هذه البنوك، الآن أصبح شيء هناك موجود بيل إن، بالرغم من أنه هناك الحديث عن أنه المودعين لن يكون لديهم خسائر، لكن في الغالب من سيكون لديهم خسائر في المستقبل ليس في الوقت الحالي، لكن هذا شيء وارد. بس خلينا نفسر الفرق، بيل إن هي لما بيتحمل البوند هولدرز الشير هولدرز الخسارة بدلا من الحكومة، يعني حاملي السندات والمساهمين، وهالمرة فعلا في تحمل لحاملي السندات الجونيور بوند هولدرز اللي بيتحملوا الخسائر والشير هولدرز بالإضافة إلى المودعين أيضا قد يكون هالمرة بالمرحلة الأولية هن جنبوا المدعي الأولية الآن، بس يمكن كما ذكرت لاحقا بالتأكيد، فهذا الشيء الذي يخيف في الوقت الحالي. فهل هو بالفعل آخر بنك؟ وأين كانت وكالات التصنيف؟ وأين كانت أيضا كل الاسترس تيست اللي كانت متواجدة خلال الفترة الماضية؟ أكيد نور الدين هذا بيطرح علامة استفهام، بس أنا سؤالي اليوم العدوى الكونتيجن العدوى لا يمكن أن نعرف ما هي العدوى بقدر ما ممكن أن نعرف كم هو الانكشاف على هذا البنك على باقي البنوك الحالية. هل هو بالفعل لأنه لم نكن نعرف خلال الفترات الماضية كلها ما هو الستريس تيست أو ما هي السيناريوهات التي كانت في هذه الاختبارات، هل هي بالفعل ممكن أو هي إيجابية أو جيدة بالفعل لكي نستطيع الحكم على هذه البنك إذا هو بنك إيجابي أو بنك سلبي. أيضا إن ننظر في الوقت الحالي هل سيكون التدخل كان واضح وسريع بشكل سريع جدا، لكن أيضا لا ننسى أنه السبب الرئيسي كان في هذه الأزمة أو هذا البنك هو شيء كان اسمه البنك رن أو اللي هي عملية سحب للودائع من قبل المودعين فقط من أجل نوع من التخوف من مشكلات داخلية في رئاسة بنك أو بمجلس الإدارة. هل سيكون هناك في مشكلات أخرى من بنوك؟ هذه نتركها للتاريخ. طيب نور الدين، اليوم كما ذكرت يمكن السلطات تحركت بسرعة لحتى توقف السيستميك ريسك، ما يكون في انكشاف أو عدوى على مناطق أخرى. عدا ذلك عندنا قصص أخرى نتابعها في الاقتصادات الأوروبية والأمريكية. خلينا نبدأ من أوروبا. اليورو يبقى قرب أدنى مستويات بثمانية أشهر مقابل الدولار ترقبا لاجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. إلى أين يتجه اليورو وماذا تتوقع من اجتماع الاي سي بي هذا الأسبوع؟ بعد الانخفاض الذي شهدناه تحت ال 35 أصبحت المجال مفتوح لمزيد من الانخفاضات. الحديث عن أنه أولا شهدنا انخفاض بالفعل بمعدلات التضخم، لكن في الغالب لن نشهد أي تدخل من البنك المركزي الآن لأنه هو كان يدعم الحديث أو الكلاميا بغض النظر أنه شهدنا نوع من التخفيض في أسعار الفائدة على الودائع، لكن كان هناك في طرح لموضوع الكيو إي والتارجت ال تي آر أو اللي هو برنامج التمويل التارجت، لكن بنفس الوقت لم يتم إعلانه إلى الآن وما هو. طالما اليورو في مزيد من الانخفاض لن يكون هناك في تدخل كبير من البنك المركزي الأوروبي، في الغالب ما سيكون هو تخفيض لمعدلات أو توقعاته لمعدلات تضخم جديد من أصل 0.5 إلى 0.4 ويعطينا كومفورت زون. لكن اليورو قد نشهد فيما لو قام البنك المركزي بأي تدخلات جديدة خصوصا بتارجت ال تي ار او اللي هو برنامج تمويلي، هذا قد يدعم اليورو من جديد كما حصل بالتمويل الاول والتمويل الثاني. بس هلا مش متوقعين هذا الاسبوع تحرك من الاي سي بي، لا فاين ترى اتجاه اليورو لانه لا يزال يسجل تراجعات؟ كلاميا فقط قد نصل الى مستويات حوالي 32 وقد نصل حتى الى مستويات 31، لانه في على الناحيه التقنيه ايضا لدينا شيء نسميه دث كروس او اللي هو تقاطع مؤشرات متوسطات المتحركه نحو الاسفل جميعها اللي هو متوسط 100 يوم 200 يوم 50 يوم جميعها كان نحو الاسفل عندما كان اليورو عند حوالي 37، هذا ما يعطي المزيد من التحركات، قد نصل لمستويات 31 وحتى 30، هذا الشيء غير مستبعد الان. من ناحيه اخرى الاسترليني عمل ريتريسمنت عالي كبير جدا من اعلى المستويات التي كان بلغها، كنا وصلنا لل 1.72 وشوي، عم نشوف اليوم أين يتداول الاسترليني عند 1.68-30 بالوقت الحاضر. أيضا هل انتهت موجة التصحيح أم نترقب المزيد نزول على لم تنتهي بشكل كبير. الجنيه الاسترليني أو البنك المركزي الآن يستخدم الاكستشينج ريت أو اللي هي القيمة أو قيمة العملة للتحكم بالتضخم. يوم أمس أو خلال الأسبوع الماضي شهدنا أرقام التضخم، والأسبوع ما قبل الماضي وصلنا إلى 1.9 من جديد من أصل 1.6. البنك المركزي لا يستطيع رفع أسعار الفائدة الآن لأنه فيما لو تم رفع الفائدة سيكون هناك في خطر على الهاوزنج ماركت أو قطاع الإسكان بلندن على الأقل الذي باعتراف البنوك الآن هو
هو أصبح في وضع فقاعة، فاستخدام رفع قيمة العملة نوعا ما يستخدمه للتحكم بمعدلات التضخم، فالانخفاضات ستبقى في الغالب محدودة فوق مستويات 60 تقريبا، لكن النظرة الاتجاهية نحو الأعلى لازالت فوق مستويات 73. شكرا جزيلا لك نور الدين حموري، كبير استراتيجي الأسواق بـ ADS Securities، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا.